تاني تعال 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 انت بقيت على البيت انت واخواتك بس السمن بتاعنا الجميل كبر وسنه بقى مناسب جدا انه يطلع فوق. هننقل السمن مع بعض، هنزرع بعض المزرعه الشتويه ومع السمن بتاعنا الجميل الرائع نبدا الفيديو مع بعض. ايه يلا بينا نجيب السمن بتاعنا ونطلعه فوق. يلا بينا. جبت جدول وحطيت فيه رمل. هننقله في السمن، والرمل ده احنا هنستخدمه كمان في السمن الكبير. لأن السمان الكبير بيستهلك كميات رمل مهولة. الحمام الأرضية بتاعته متسخة والعيشة مش محتاجة تنظيف. وعايزين قش جديد كمان. بسم الله ما شاء الله عليه، هنبدأ النهاردة ننظف وهناخد كل الكارثة دي كلها وهنستخدموها في صنع سمات جميل جدا من زرع الحمام. عايزين نمنم. انما ما بتعملش مشاكل على فكره. سيبها تخش عادي. لا ماشي خلاص. طيب. بسم الله ما شاء الله على المفرغ بتاعنا الجديد، طبعا احنا مش في انتظار. فأس بيض الرومي. النهارده باذن الله، النهارده وبكره في بيض، انا شايف في بيض بدا ينقر. بسم الله الرحمن الرحيم. بما مسهل الحال يا رب. حتى انا كمان جهزت كميه بيض رومي كمان. ازاي هنا؟ ومش هدخلهم المفرغ غير بعد تنظيف وتطهيرهم. ودي العدد بتاعتي اللي جهزتها عشان نعمل بيها اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل بيها البوكسات بتاعت الارانب بعد ما نقطع الخشب باذن الله. هنعملها خشب. كنت عاوز اعملها حديد ولكن لقيت الحديد مكلف جدا مكلف جدا جدا ومش هقدر اعمله بنفسي. طبعا السمان من اكتر الطيور اللي حيوان ابن عرس بيحب افتراسها بشكل مش طبيعي، فانا لازم احط السمان الصغير بتاعنا حتى الكبير في اماكن محكمه، لان حيوان ابن عرس بيفترسه بشكل مهول. هنحط له علافه الصغنونه بتاعته ديت، وهجيب له السقايه بتاعته. وجردل الرمل بتاعنا بقى اللي السمان بتاعنا في الحقيقه بيستهلك كميات رمل كبيره جدا. بسم الله. في بيضه اهي. وكمان بيضه. يلا بينا.
بعض الاحيان بتبقى بيضه مكسوره زي ما شايفين كده. وهنجمع بيض السمان ده باذن الله ونعمل جيت جديد ونفرخه زي ما انتم شايفين. كل سمانه البيضه بتاعتها ليها شكل وليها لون مختلف. شايفين اللون ده؟ شايفين اللون ده؟ اللون ده؟ في ناس كتير قوي لما بتشوف بيض السمان ده لاول مره بيعتقد انه بيض تعابين. من ضمن الاشياء المهمه جدا وضروريه في دخول فصل الشتاء ان احنا نحافظ على الخزانات بتاعتنا والسلكات بتاعتنا في افضل وضع يعني امان لاقصى درجه. النهارده باذن الله الخزانه الجديده اللي احنا عملناها اللي هي ديت احنا هنأمنهم بشكل كويس جدا عن طريق تغليفها من فوق بنشمع قوي بحيث نمنع عنها الامطار. هنستخدم الدباسه وهنستخدم مشمع. كنت محضر المشمع صح. ده الجزء ده بينزل عليه مؤقت الجزء ده مفيش مشكله فيه باذن الله. كمان من ضمن الحمايه اللي احنا هنستخدموها انا محضر قماش قديم وبطاطين قديمه هنستخدمها بالاسمنت ونقوي بيها الخزانات ديت لان يعني انا كنت السنه اللي فاتت كان في بعض تسريب فاحنا باذن الله السنه دي هجيب اسمنت اسود جديد وابدا اعمل فيه الايه؟ الجزئيات دي. شد التكعيبه واجهزها وارجع له. من اقيم واجمل النباتات اللي جات لنا هنا ونبات نمو قوي جدا ومتميز جدا وباذن الله التكعيبه ديت عبد الرحمن اوريهم كده التكعيبه شكلها عامل ازاي. يا جميل النبات يتسلق على الكبار ديت وهيدينا شكل ممتاز باذن الله وهيبقى المنظر هنا في منتهى الجمال والروعه وننتظر منه باذن الله ثمار الباشن فروت. احنا سيبنا السمان بتاعنا في الخزانه ولكن لسه ما خلصناش بقيه الشغل بتاعه. تعالوا مع بعض. جمع عليه كده ولا ايه؟ لا ده حلو كده جميل مخبى جواه. كده فاضل لهم السقايه بس ونحط لهم العلف.
وقبل ما ننهي الفيديو بقى بتاعنا مع السمان بتاعي ولسه طبعا هوكل ولسه هشرب، تعالوا مع بعض نجهز السناديب بتاعنا ونزرع بعض المزروعات الشتويه فعليا. تعالوا بقى مع بعض نزرع نبات من الخضر الشتويه اللي ما فيش بيت بيستغنى عنها ابدا، هو الكزبره. الكزبره لانها بتقعد مده طويله جدا حتى فتره الانبات، انا هبدا ازرعها من دلوقتي وهجهز لها كمان السناديب اللي هنا ديت. السناديب بتاعتي انا قمت بتقليب التربه وتشمسها في بعض الصناديق، وفي صناديق تانيه لم اقم بتقليب التربه ولا تشمسها، وهنعتمدوا في الزراعه بتاعتها على التسميد بشكل طبيعي جدا بدون تشميس، بدون تعرض التربه للشمس. وهنجرب الطريقه ديت وهنجرب الطريقه ديت في بعض الصناديق وهنشوف. بس مجرد تقليبه كده بسيطه بايديا. دي طبعا مواد عضويه كانت متحلله قديمه. هسيب ايديا كده براحه خالص 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 خالص. طبعا برشح لكم زي كل فيديو ما بقول لكم دايما للمحبي زراعه الاسطح، برشح لكم الزراعه في صناديق. وبصباعي هاخد خط كده اهو بصباعي كده وخط كده، وهبدا بقى انصر البذور بتاعتي فيه. طبعا البذور انا بحط كميه كبيره لاسباب ان بذور الكزبره بذور رخيصه السعر، وباذن الله يعني هي بتغيب في الانبات. لو انباتت معظم البذور احنا هنعمل عمليه خف كده. بقى فاضل لنا الري والتخطيط. الصندوق ده بالمرة هنروي ونغطي. اما بقى بالنسبه للضراوه ديت هتتحط للحيوان المفضل عندي، حيوان الايه؟ الزوزو. حابب ادخلكم هنا. انا في انتظار ولادات جديده، زي ما تشوف الام دي تقريبا حامل اهي خلاص، دي على وشك الولاده. في انتظار ولادات جديده من الزقزق متوسط الشعر اللي زي ده كده، شكله تحفه. طبعا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، الاول انتاج البيض عندنا بيضربط بسم الله ما شاء الله.
اكسره؟ لا. طيب يلا بينا نكمل الزراعة. البذور ده انا هروها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. البذور اللي هي بانت ديت من التربه انا هحطها في التربه. هديها ريتين، مره الصبح ومره بالليل لحد بدايه الانبات. طبعا فاضل لي بس اغطي. اتكلمنا كتير عن التغطية ديت وانها بتوفر في الري وبتوفر في وبتسرع في عملية الانبات وبتوفر في عدد مرات الري. بكده خلصنا زراعة الكزبرة، ده أول زرعة شتوية عندنا بإذن الله. بعد كده بإذن الله كل يوم نزرع صندوقين ثلاثة مع بعض لحد ما ننتهي من زراعة كل السنة دي. تعالوا مع بعض نكمل الفيديو، يلا بينا نشوف هنعمل إيه تاني. مماش تعال مجرم، تعال مجرم. تعال يا حبيبي، هب تنزل الشارع يا ما انت عامل زي ريكسو، بقيت بتقلد ريكسو ومتبهدل على الاخر. عايز استحمى. اي يلا بينا. عارفهم من أجمل الطيور وأحسن الطيور في التربية. نسيبوا السمان بتاعنا الجميل وننتقل لطائر أجمل وأحب قلبي وطائر الحمام. بس قبل ما أروح الحمام زي ما انتم شايفين مع عبد الرحمن بتسلق السمك للقطط، احنا هناخده من نص الكميه ديت نحطها للدواجن بتاعتنا كنوع من انواع البروتين الحيواني. وانا اتكلمت كتير جدا عن اهميه البروتين الحيواني في تغذيه الدواجن، وقلنا لا غنى عن البروتين الحيواني في تغذيه الدواجن. قلنا ان الطيور بتقدر تكون البروتين في جسمها، ولكن بعض انواع البروتينات لا تستطيع الطيور تكونها بنفسها، يجب الحصول على المصدر الخارجي. البروتينات الحيوانيه وان كانت بتضاف بكميات قليله في العلف الا انها بتدي للطيور بتاعته مقاومه كبيره جدا للامراض عن طريق توفير بروتينات نادره بيحتاجها الجسم. لابد من اضافه قدر ولو ضئيل من البروتين الحيواني للطيور بتاعتنا والدواجن بتاعتنا. احنا بنستخدم هنا سمك السنفر، بيسموه هنا سنفر الحشايش، لا بيسموه السنفر الفضي، وهو في الغالب غير صالح لاستهلاك الادمي. ام عبد الرحمن بتوكله للقطط بتاعتها وهناخده منه كميه نحطه للايه؟ للدواجن بتاعتها. طيب مع برضو مع السمك بتاعنا هنستخدم البصل، وان كان سعره غالي جدا اليومين دولت الا ان في فصل الشتاء لا غنى بقى عن وضع البصل يا جماعه والكركم. زي ما شايفين بصل والكركم انا مجهزهم هنا عشان اديهم وجبه للدواجن بتاعتي.
هنضرب البصل في الخلاط وهنضيف الكركم على خلطة العلف بتاعتنا النهاردة. الخلطة بتاعتنا مكونة من بواقي الطعام. الخلطة بتاعتنا من بواقي الطعام مع الخبز. هنضرب معاه البصل وهنضيف معاه كمية من الكركم. وهنضيف معاه كمان ملح طعام. وهنبدأ نخلط بقى الخلطة بتاعتنا. مع السمك المسلوق. وهناخد بقى شوربة السمك كلها. ونمنيمة جاية تاكل سمكة. وهنبدأ بقى نهرس السمكة بتاعتنا مع الخلطة. وهنضرب البصل في الخلاط. مع اضافة عصير البصل كده الخلطة الطرية بتاعتنا. فاضل بقى المكونات الجافة وهي بتشمل الردة ورجيع الكون وقشور الرز مع الحبوب القمح المهروسة. كده بقى عندنا بإذن الله خلطة متكاملة. وهتسيبوني انا واكل الدواجن بتاعتي، بس قبل ما اوكل الدواجن تعالوا مع بعض نشوفوا الحمام بتاعنا اللي كتير من متابعي القناة سألونا عنه. يلا بينا. احب اشكر كل متابعين القناه اللي نبهوني قالوا لي يا ابو عبد الرحمن لازم لبس الكمامه في حاله تنظيف للطيور وخاصه طائر الحمام، لان طائر الحمام بيعمل مشاكل تنفسيه كبيره. بشكركم جدا. الكمامه موجوده اهي وهرتدي الكمامه زي ما انتم نصحتوني. وبشكر كل متابعي القناه اللي قدموا لي النصيحه. وانا فعلا كنت بلبس الكمامه لكن كان ساعات الواحد يعني ايه بيتكاسل، لكن فعلا انتوا قدمتوا له نصيحه. والفيديو اللي فات من خلال التصوير انا شفت كميه غبار كبيره. تعالوا مع بعض ننظف الحمام حاجه بسيطه كده وارجع لكم. هنستخدم زرق الحمام في تسميد المرتب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تعالى انا عاوز اقول من افضل الانواع اللي انا ربيتها هنا عندي هو اللحم الفرنسي، وده تهجين اللحم الفرنسي مع الحمام البلدي. اللي انتم شايفينه فوق ده هجين اللحم الفرنسي مع الحمام البلدي، وده برضه هجين اللحم الفرنسي مع الحمام البلدي. طبعا مكان الحمام بسم الله ما شاء الله بقى مكان جميل. تخش عبد جوه مكتبنا. بعد التوضيحات الاخيره اللي احنا جهزناها هنستخدم الزرق ده كله في التسميد. وعاوز اقول لكم كمان ان احنا ما بنضيعش اي شيء نهائيا، حتى الميه. الميه اللي احنا كنا بنستخدموها لاستحمام الحمام وحط الميه عشان يستحموا فيها الجو حار، هنستخدمها كمان في نقع الزائد. العشش القديمه اللي زي دي كده خلص منها. المخلفات دي كلها. اما القش اللي موجود ده فده بعد النحت هقوم بفصله عن المحلول الموجود وهستخدمه لمزارع الدود بتاعتي. هكمل التنظيف ده وارجع لكم. خدنا كميه من الزرق
تسويد النباتات بتاعتنا هنقعه لمده 48 ساعه، بعد كده استخدمه مخفف للنباتات الذره السكريه اللي بتدي نمو رائع. لا ما هو الوصفه دي عندك اطمن، مفيش مشكله. تعالوا مع بعض بقى نكمل الخلطه بتاعتنا ونكر الدهون بتاعتنا. يلا بينا. ده قلنا مطحون حبوب الغلة والقمح الكامل، ودي قشور الرز، ودي أرخص تركيبة علف ممكن يعني نعملوها للدواجن بتاعتنا في أي حاجة بتاعتنا، دي أرخص تركيبة. كده فاضل لنا مكون واحد بس هضيفه، بودرة البلاط، ومش هضيف ومش هضيف احنا عندنا هنا اللي هو حته الفول، وحته الفول ناس كتير ناس قوي من متابعين القناه بيشتكوا لي يا ابو عبد الرحمن ان النمو عندنا ضعيف والبيض انتاجه قليل. يا جماعه لابد من البروتين، لازم البروتين، ما ينفعش الطائر ياكل كربوهيدرات باستمرار، لابد من البروتين. والبروتين عشان سعره غالي احنا دايما بنغفل عنه وبنتجاهله لان سعره غالي جدا. هقوم بخلط كل المكونات دي مع بعضها، وده هياخد مني وقت وارجع لكم. ميجي بدا يطلع على الصوت. انزل 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 انزل، خش لسه صغير، اه لسه بيستكشف الاماكن. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده زرعنا كزبره مع بعض، وتعمدت ازرع كزبره بدري لانها بتاخد مده طويله، هي والبقدونس والكرفس، الثلاثه البذور دولت بياخدوا مده طويله جدا. كتير من متابعي القناه بيزرعوهم بيقولوا لي يا ابو عبد الرحمن ما نبتتش ليه؟ الكزبره بتقعد 15 يوم حتى الانبات. عملنا مع بعض تعبئه جميله جدا لنبات الباشن فروت، عملنا خلطه مميزه جدا ورخيصه السعر جدا، يمكن دي ارخص خلطه علف واحسن خلطه علف ممكن اوكلها الدواجن. هي فيها عيب واحد بس، ليها عيب خطير جدا، ان هي لا يمكن ان احنا نسيبها مده طويله حتى لا تتخمر، لان هنا العيش المبلول في الخميره اللي موجوده في الخبز بتعمل عمليه تخمر للمكونات دي كلها، فيجب على الطيور استهلاك هذه المكونات في خلال ساعه واحده بس، تكون المكونات دي كلها منتهيه ويكون الطائر كلها كلها. اكتر من ساعه بيحصل عمليه تخمر، وده بيسبب مشاكل الجهاز الهضمي للطيور. انا عملت كميه دوبك الطيور تاكلها في خلال ساعه، والطيور بتاعتنا جعانه اصلا هتاكلها. كمان احنا يعني في بعض التعديلات اللي عملناها على السطح، واحنا دايما زي ما انتم شايفين في تطور دائم ومستمر، بنحاول نستغل المكان على قد امكانياتنا الماديه على قدر المستطاع. في ناس كتير قالت لي يا ابو عبد الرحمن العشه دي عايزه تتهد كلها وتبني كمان دور، باذن الله ادعوا لنا بكل خير، باذن الله نقدر نوفر الامكانيات اللي نبني كمان دور ونجهز اماكن متميزه جدا، ولكننا احنا بنعمل في حدود امكانياتنا زي حضراتكم برضو ما بتعملوا في حدود امكانياتكم وبتربوا في حدود امكانياتكم. الصناديق ديت بتحتوي على ديدان الريد لوبيا والتايجر وورد، انا هنجهز مكان جديد للديدان ديت مع الاحتفاظ ببعض هذه الديدان في نفس المكان. انا بجهز لهم كده عبده، بجهز لهم اماكن متميزه جدا لتربيه هذه الديدان. طبعا دي غير طبعا المكان الرئيسي، ما شايفين هنا الحل يعتبر ممتاز، غير طبعا الديدان موجوده هنا هنا والديدان هنا موجوده بكثافه. قال لا مين اللي جه؟ مين اللي جه؟ مين اللي جه؟ مين اللي جه الصغنن اللي جه؟ مين اللي جه؟ صباح الخير. تعال يخاف، بيخاف لسه صغير. هنا طبعا زي ما انتم شايفين حطيت ورق الكرتون لعمليه التكاثر، وزي ما انتم شايفين بعض الخضر. هوريكم هنا كثافه الدود، هنا تعتبر من اعلى كثافات، هناخده منها، ناخده من الديدان ديت باذن الله، ونبدا نعمل مزارع متميزه جدا لاستخراج سماد الفيرم كومبوست المميز. ادعوا لنا بكل خير، احنا في عمل متواصل ومستمر. هنجهز لكم باذن الله الفيديو الجاي طريقه عمل مزارع ديدان بكميات كبيره
وفي ادوار بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا لمحبي تربيه هذا النوع من الديدان واستخراج سماد الفيرم كومبوست لتسميد النباتات باعلى انواع الاسمده في العالم. ادي شيء. النهارده عملنا زي ما قلنا تركيبه العلف، نقلنا السمان بتاعنا باذن الله. انا شايف في تكسير او في نقر في البيض اللي في المفرخ، باذن الله بيبدا من بكره خروج الصيصان نشوفها مع بعض باذن واحد احد. عمليه التفريخ عمليه مش سهله، ده علم في حد ذاته، بنكتسب الخبره مع بعض. كل مره بنفرخ فيها بنكتسب معلومه جديده وبنكتسب خبره جديده، وبكتسب خبرات كتير جدا منكم، وبشكر كل متابعي القناه اللي بيكتبوا لي تعليقات جميله جدا من كل انحاء العالم، وبشكرهم شكرا جزيلا. الناس اللي قالت لي واتصلت بيا خاصه قالوا لي يا ابو عبد الرحمن الكمامه 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 وانت بتنظف، فعلا كلامك صح. احنا يعني اهم شيء صحتنا، الصحه ديت بدون الصحه مش هنقدر نعمل اي شيء. ادعوا لنا بكل خير زي ما بندعو لكم احنا كمان بكل خير. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم وفينا ويرجع الخير تاني، يملى بيوتنا من اول وجديد، وايدينا في ايدين بعض باكتساب الخبرات واكتساب المعلومات مع بعض نقدر نرجع الخير تاني. سيبوني بقى دلوقتي اوكل واشرب، وعبد الرحمن يساعدني اللي كان بيصور معانا النهارده، اتمنى ان التصوير يعجبكم. عشان نطلع نجري بسرعه نروح يا عبده المدرسه. يلا بينا. باندا كبر اهو وبدا يطلع الصوت وهيعمل مشاكل. يعمل مشاكل وشاكل. اي شيء زي مشمش. انزل 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 انزل.